أيضا تقول في رسالتها الثانية: إذا دخل رمضان وإنسان عليه قضاء حيث لم يستطيع صيام هذا القضاء لمرض ألم به، فما حكم هذا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. إذا كان على الإنسان قضى أيام من رمضان سابق فإنه ينبغي له المبادرة بتفريغ ذمته من هذا الواجب وقضى هذه الأيام، فإذا تأخر حتى أدركه رمضان الآخر وهو لم يقضيها فهذا إن كان معذورا في هذه الفترة بين الرمضانين لم يستطع أن يقضيها فإنه يقضيها بعد رمضان الجديد، يعني يصوم رمضان الحاضر وبعده يصوم الأيام التي عليه من رمضان الأول، وليس عليه شيء سوى ذلك لأنه أخره لعذر حتى أدركه رمضان. أما إن كان تأخيره إلى أن أدركه رمضان الجديد من غير عذر بل هو من باب التكاسل والتساهل فهذا يصوم رمضان الجديد وبعده يقضي الأيام الفائتة من رمضان الماضي، ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الطعام المقتات في البلد عن كل يوم كفارة لتأخيره القضاء من غير عذر. الله أعلم. شكر الله لكم.